دكتور مهدي، قعدت افكر انه العالم نبضه توقف تقنيا والكترونيا امبارح اكتر من 7 ساعات، وقعدت اقول امال لو الانترنت نفسه وقع لمده 7 ساعات او لمده يوم على مستوى العالم. بطرح على حضرتك السؤال التخيلي ده، ايه ممكن ايه اللي يحصل لما لو العالم الانترنت اتشل؟ وقع لو الانترنت وقع لمدة 10 دقايق مش 7 ساعات، هتكون هناك كوارث 10 دقايق على عالميا. 10 دقايق واقل من 10 دقايق، انا يعني ابالغ في العشر دقايق. النهارده كل شيء حوالينا تتحكم فيه تحركات المعلومات على الانترنت. قول لي مجموعة كوارث كده يعني نفهمها كلنا سريعا. ماذا لو توقف الانترنت في العالم لمدة 5 دقائق؟ لو توقف انتقال المعلومات بتاعت اي حاجة، يعني لنفرض حتى المعلومات الطبية لو تنتقل من مستشفى من مريض لمستشفى يتم معالجته بشكل دوري. اجهزة بتاخد معلوماتها من الكمبيوتر زي الاجهزة اللي بتتحكم في الطاقة مثلا، يعني محطات الطاقة. الاجهزة اللي بتتحكم الاقمار الاصطناعية، ما هذه بتتحكم فيها اجهزة بهذا الشكل. لا طبعا هو احتمالية انقطاع الانترنت عن العالم دي احتمالية هتكون زي نهاية العالم، ودي في بعض افلام تكلمت عنها. هناك طبعا درجات تكلمت الافلام على انه لو الانترنت انقطع عن العالم يبقى كأنه يعني نهاية العالم. نهاية العالم ولذلك طبعا الحاجات دي بيبقى ليها استعدادات وحسب حساسية المكان. يعني مثلا البنتاغون، وزارة الدفاع الأمريكي، المعلومات بتاعتها غير مثلا وزارة العدل، مثلا غير وزارة حاجة تانية. بالإضافة ما حدث امبارح خلى كل المؤسسات الأمريكية وخاصة الأمنية الأمريكية تعيد النظر في أن يكون هناك خطوط بدائل أخرى. بدائل التراديشنال القديمة التقليدية، ولا بدائل لتطبيقات أخرى؟ بس ده احنا بنتكلم على الإنترنت بالظبط. يوم هيقع كل التطبيقات هتقع. لا، تطبيقات اخرى ووسائل اخرى. النهارده في طرق جديده نقل الانترنت عن طريق الاقمار الصناعيه، واللي هي بتتفادى الكوابل زي ما حصل قبل كده انقطاع في الكابل البحري. فاللي بيحصل النهارده ان يكون هناك وسائل بديله لتوصيل المعلومه، لان احنا لن نستغنى ولن نستطيع ان نستغنى عن الانترنت للحظه. هناك تأمين الانتقال بتاع المعلومات، ده شيء مهم جدا. هناك تطوير الوسائل اللي بتستقبل هذه المعلومات والسرعات يعني العالم دلوقتي بيفكر في بدائل، طبيعي ده إن لم يكن بالفعل فكر في بدائل أو فكر. بيفكر وحدثت بدائل. يعني النهاردة جوجل مثلا عاملة مناطق معينة تقدري حضرتك تاخدي الانترنت مباشرة من الساتلايت دون الحاجة للدخول في منظومات داخل أي دولة في العالم. يعني النهاردة ممكن بأجهزة معينة ممكن الإنسان يصل على الإنترنت ولا تنقطع، لأن هي تنقطع. هو ده أعتقد بقى هي دي البدائل بقى.